اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معانا النهارده شقه 140 متر صافي من شركه ارت ديزاين. التشطيبات والفرش والاجهزه سعر المتر 11200، وتكييفات هديه للمساحه فوق ال 200 متر. الشركة معروفة بتصميماتها الحديثة جدا والشغل أكتر مودرن. الشركة بتقوم بتشطيب الشقة وفرشها بالكامل والأجهزة، أو ممكن تشطيب الشقة بس على حسب ما الاتفاق مع العميل. هنتفرج مع بعض على الشقة. ده الحمام اللي هو بتاع الضيوف في مدخل الشقة. شفتوا اللي طالع موضة اللي هي الحوض الرخامة منها فيها، ما عادش الحوض اللي بيبقى فوق الرخامة، هي بيتعمل كده. دي موضة 2023-2024. غرفة السفرة باللون الأسود الشامبين الجولد المات. الغرفة مودرن. طلع كمان الرجلين الستانلس موضة برضو 2023-2024. الريسبشن اتفرش كنبتين ليفينج غير السفرة، كنبة بحرف ال باللون الكافيه، والكنبة التانية باللون المنتل جري. اتعمل شغل الكيبسن بورد سيمبل خالص، ومكتبة الكيبسن بورد بسيطة خالص. اتعمل وراها دهانات قطيفة، والكنبتين الفوتيه باللون الاوف وايت، الدهانات باللون برضو الاوف وايت. الوان الكافيهات والفانيليا لاتيه والاوف وايت هي طالعه موضه لسنه 2023-2024. السفره باللون الاسود هو برضو موضه معانا السنه دي. السفره باللون الشامبين الجولدن مات والريجلين ستانلس. حسبكم تتفرجوا معايا على الشقة بالكامل. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا للقناة وفعلوا الجرس واكتبوا لنا ايه رأيكم في الكومنتات.